هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ينطلق الشوط الرابع عشر المخصص للابكار المهجنات الى المقدمه الى السليمانيه. سالم بن راشد بن محمد المدهوشي يقدم السليمانيه على المركز الاول، المركز الثاني تقدمت شهب، سالم بن لويهي بالزفنه العفاري، بينما في المركز الثالث الوصول الانطلاق من زعفرانه مطار بن محمد بن دحروي العامري، المركز الرابع تقدمت الجزيره راشد بن خميس الغويص السويدي على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هناك القدوم من الذيبة حران بن سعيد بن سالم الاكتبي على المركز الخامس. المركز السادس هناك الانطلاق القادم من فراسة سالم بن راشد بن غدير الاكتبي على المركز أو السادس في هذا الانطلاق هنا مع هذه اللحظات. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام للمراكز الأوائل. نتابع هذا الأداء، عودة بكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء إلى المركز الأول لكي نتابع الصدارة ومقدمة هذا الشوط. هذا هو على المركز الأول شعارك يا بالزفنة، شعارك يا بالزفنة على ظهر شهب، شهب يا شهب هي في مقدمة الانطلاق على المركز الأول. سالم بن لويهي بالزفنة العفاري، بينما في المركز الثاني تقدمت الجزيرة راشد بن خميس الغويص السويدي، وعلى المركز الثالث السليمانية سالم بن راشد بن سالم بن محمد المدهوشي على المركز الثالث. ركز يا الرشيد مع هذا الشعار، بينما في المركز الرابع على الجانب الآخر التقدم في هذه اللحظات القادمة المنطلقة الحاضرة بهذا الأداء نشاهدها هناك القادمة، ألا وهي جناح نايف بن محمد بن مصلح الأحبابي، والتقدم كذلك من أرهمة، أرهمة قادمة مع الشاعر حمدان بن عبد الله بالكيلة العامري الذي يتقدم في هذه اللحظات الجميلة. يا سلام، إلى أين الانتصار ما بين هذه الأسماء؟ غيرت إلى المركز الأول جناح 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 على الصدارة ومقدمة الشوط، نايف بن محمد بن مصلح الأحبابي، الوصول من شهب، سالم بن لويهي بالزفنة العفاري قادما مع شهب، الغويص على المركز الثالث، المركز الرابع هناك فراسة سالم بن راشد بن غدير، ولكن المنافسة الله يا بالزفنة، الله يا بالزفنة، شهب يا شهب انطلقت إلى المركز الأول، سالم بن لويهي بالزفنة العفاري، المحاولات من نايف بن محمد بن مصلح الأحبابي على المركز الثاني، ولكن السلام إلى الفوعة، التحية تذهب إلى الفوعة، تهانينا إلى سالم بن لويهي بالزفنة العفاري على انتصار شهب، والتهني إلى نديلة بن لويهي بالزفنة العفاري على هذا الانتصار. المركز الثاني يذهب إلى وجود ألا وهي جناح نايف بن محمد بن مصلح الأحبابي، الثالث يذهب إلى حضور الجزيرة راشد بن خميس الغويص السويدي، المركز الرابع هناك يذهب إلى جودة عامر بن قانوش بن محمد العامري، والمركز الخامس هناك بهذا الانطلاق واحدة سليمانية سالم بن راشد بن سالم محمد المدهوش. التوقيت 6:33، تهانينا والناموس.